بسم الله الرحمن الرحيم. شبابنا شباب سنة 6 ابتدائي، النهاردة هنستخدم تجربة، نعمل تجربة جميلة جدا، هي كشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير عن طريق استخدام ماء الجير الرائق. اتفضلي يا دكتورة. هنا أختكم هتنفخ في ماء الجير الرائق، زي ما حضرتك شايف إن هو شفاف جدا. اللي بيحصل، أيوه فوق يا دكتورة، مرور هواء الزفير على ماء الجير الرائق مما يؤدي إلى تعكره. ماء الجير الرائق عبارة عن إيه؟ هيدروكسيد الكالسيوم. انفخ يا دكتوره. مرور هواء الزفير في ثاني اكسيد الكربون يؤدي الى تحول هيدروكسيد الكالسيوم الى كربونات الكالسيوم زي ما حضراتكم شايفين بالظبط، مما يؤدي الى تعكر ماء الجير الى الشكل اللي حضراتكم شايفه ده، تمام، بسبب تكون كربونات الكالسيوم التي لا تزول في الماء. انفخ يا دكتوره. هنا يا شباب تعكر ماء الجير. ميرسي يا دكتوره، متشكر متشكر متشكر.